صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك. معي أنا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. الدولار سكر امبارح على 70,000، وطبعا اليوم كمان هو مستمر، أخذ منحة تصاعدي سريع جدا. يعني هلأ طبعا كان هيدا متوقع هيدا الأمر، لأنه بطبيعة الأحوال خرجت اللعبة من مبدئية تحكم حاكم مصرف لبنان بالسوق وسعيه إلى شراء الدولارات. اليوم من يقبض على هذه القصة ويتحكم بكل مفاعيلها هن مش هقول الصرافين، هن المضاربين بالأحرى، يلي عم بيلموا الدولارات عم بيبيعوهم لشركات تحويل الأموال، يلي هي اليوم تلعب الدور الأساسي بلم الدولارات من السوق وبيعها إلى المصارف ومصرف لبنان. ناهيك عن إقفال المصارف اليوم وتأثيره أيضا على موضوع الدولار، وأيضا أيديهم الخفية لمدراء المصارف، يعني لأنه هن بالعادة اللينك اللي عم بيكونوا سواء بين المصارف والصرافين أو حتى المضاربين لشراء الدولارات. بدي ابحث اليوم هيدا الموضوع مع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور وليد مروش. صباح الخير دكتور. صباح النور. الله يخليك دكتور. دايما منتابعك نحن على السوشيال ميديا ومنشوف كيف قراءتك للامور، ودايما بتسمي اقتصادات الفقر يعني بهيدا الترم. لوين رايحين نحن؟ الدولار شو الاسباب بقراءتك انت التقنيه لهيدا الصعود، ولوين تقريبا بده يوصل؟ هل حيوصل الدولار للخمس اصفار، يعني لنكسر لما 100,000 وعم نحكي وما فوق؟ هلا طبعا الواحد يعمل بريدكشن كثير صعبه، بس مبدئيا الليره فقدت قيمتها، يعني فقدت دورها كعمله. نحن بنعرف انه العمله عاده عندها ثلاث ادوار. الدور الاول هو الادخار، ما في حدا هلا بيدخر بالليره، هذا الدور انفقد. الدور الثاني هو دور محاسباتي، يعني محاسبات، ما حدا عم يعمل محاسبه هلا بالليره. بيبقى الدور الثالث اللي هو دور التعاملات اليوميه بالاقتصاد. هلا اذا بنطلع على التعاملات اليوميه، نحن انتقلنا من 2019 لهلا الاقتصاد الكاش، بنلاحظ انه التعاملات ذو القيمه المرتفعه عم بتصير بالدولار النقدي مش بالليره. يعني مبدئيا الليره فقدت عملتها كعمله وما في سقف للانهيار. طيب اليوم السؤال، نحن انت حكيتني عن دور الليره، لما احكي عن دور الليره وانا فقدت يعني كل الصفات التقنيه اللي حددها القانون لدور الليره اللبنانيه اليوم. صغير هو يعني شوي المتداول، ولكن هذا الدور حيزه ضيق جدا، لانه اذا بنطلع على حجم قيمه الكتله النقديه بالليره، مع انها تضاعفت 20 مره، يعني تقريبا 19 مره، من 5 تريليون دولار بال 2019 ل 95 هلا، ما بتغطي التداولات اليومية. أغلب التداولات اليومية من حيث القيمة عم تصير بالدولار النقدي. هلا اليوم طبعا لانه انعدمت الثقه بالليره وكنا رايحين على الدولار وتم فرمله هيدا القرار، لحد هلا ما بنعرف شو الاسباب الموجبه، هن بيقولوا كرمال موضوع تفي او ضرائب الى ما هنالك. ولكن اذا بدي احكي انا وياك بالشق التقني، بنعرف انه اذا بدي ارجع على العرض والطلب ابدا ما حيكون هالقد، الدولار يوصل ل 70,000 لحدود 70,000. اذا بدي اعمل انا قراءه انا وياك موجزه وبسيطه للمشاهدين، ليه اليوم فز هالفز الدولار؟ وبرايك انت يعني قلت لي صح ما في واحد يتوقع لوين بده يوصل الدولار، ولكن بالحد الادنى لوين نحن رايحين؟ لانه بنعرف اليوم اذا بدي اشتري ابره بدي اشتريها بالدولار لو قرشوا لي اياها على اللبناني. طيب هلا طبعا التحليل الاقتصادي جيد جدا، ولكن نحن صار عندنا ريجيم شيفت او تغيير نظام اقتصادي. كنا باقتصاد مصرفي، نظام مصرفي قبل 2019، يعني في استعمالات للادوات المصرفيه، شيكات، كريدت كارد، تحويلات. صرنا باقتصاد كاش، بيور كاش. باقتصاد الكاش المعادله مختلفه، وخصوصي بوجود عمله مثل هلا الليره اللبنانيه. يعني هلا الليره اللبنانيه عم تلعب دور مثل ما بيسموها توكن او فيشه او بون بكازينو، وواحد صعب يتنبأ بهالشيء، لانه مبدئيا البون او الفيشه ما له قيمه فعليه، يعني بتتحدد. يعني بتلاحظي حتى اغلب اللبنانيين يعني بيصرفوا الليره لمده يوم يومين حاجيتهم، ولكن بيرجع بيصير في تداول. ما في علميا بهالحاله هاي واحد يتنبأ، ولكن الجواب هو ما في سقف، لانه اذا بنطلع على تجربه الثمانينات، بالثمانينات مثلا سنه 81 كان سعر الصرف حوالي الاربعه، كل دولار بيعمل 4 ليرات، بسنة 90 صار 1000. يعني تخيلي نحن مثلا كنا بأول الثمانينات، يعني كان فينا نتنبأ بهالتغيرات؟ لا، يمكن نحن بنفس الوضع هلا.
طيب إذا بدي أقيس مرحلة الثمانينات على اليوم بشكل موجز وسريع، في نقاط مشتركة؟ في نقاط مشتركة ولكن في نقاط مختلفة، لأنه مثلا بالثمانينات رغم أزمة الليرة، يعني أزمة سعر الصرف، ما كان في أزمة مصرفية مثل هلأ. يعني الدولار كان بعده دولار، كان بعد في تداول بالشيكات حتى بالثمانينات. هلا المعادله مختلفه، عندنا ازمه ثلاثيه، عندنا ازمه اقتصاديه، ازمه مصرفيه، وازمه عمله. هيدا الشيء يعني لبنان الحديث بعمره ما شهده. انا بتشكر كثير الخبير الاقتصادي والمصرفي والمالي الدكتور وليد مروش، وان شاء الله منتابع معك قصص اكثر ايجابيه. اذا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي، بدي بلش من محل ما ختم الدكتور مروش، انه لبنان اليوم بيعاني ازمه ثلاثيه مصرفيه وماليه وازمه عمله. المقصود بازمه عمله اليوم هي تزعزع الثقه بالليره اللبنانيه والخروج عن دورها الاساسي فيما يتعلق بموضوع الادخار وايضا المداولات. يعني ناخذ الليره كعمله للمداولات، مداولات بالشراء والبيع، وحتى ايضا مقياس، يعني كنا ناخذها مقياس انه نشوف قديش سعر القصه الليرة اللبنانية، علما انه الاقتصاد اللبناني بموضوع الليرة اللبنانية كنا نحن وكل الناس، يعني مثلا ما تفرق معها، تفوت على المحل مثلا نقول 100 دولار، فيها تدفع 150 ألف، فيها تدفع 100 دولار. هلا الامور رجعت، يعني مع انهيار الليرة مقابل الدولار او هيدا السعر يلي فز جنونية كبيرة، لأين تراجع هيدا الدور؟ صارت الناس تفضل او تقرش على الليرة بأول سنتين ونص من الأزمة، أما اليوم فبتقلك أنه معي دولار فيي أدفع دولار. هذا الدليل أنه نحن قديت حولنا، انتقلنا من الاقتصاد المصرفي المدولر إلى اقتصاد الكاش المدولر، وهو أخطر أنواع الاقتصادات، والخروج منه يعني الانتقال إلى رجعة تنظيم العمل الاقتصادي واستعادة الدور المصرفي ككل من خلال أنه هو الوسيط المالي، وكل عمليات دخول الأموال بتتم عبر المصارف حيستغرق كتير من الوقت، وربما ما يصير هذا الشيء إذا بقينا على المصارف الحالية. يعني إذا ما فات على لبنان دم جديد، مصارف جديدة، مصارف أجنبية، مصارف عربية أهل للثقة، حنضل بالأزمة. أيضا بموضوع الدولار اليوم، مثل ما قال دكتور مروش أنه بالثمانينات بلشنا بأربع ليرات، بعدين بالتسعينات انتقلنا إلى 1000 ليرة. الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، مش يعني هذا هلع أو تبصير أو تنجيم أو نحن ولا أنه عم نسوي القصص البشعة، لا، هي قراءة موضوعية للأحداث اليوم اللي عم بتصير. الجزء الكبير، يعني إذا بدي أقول اليوم أكثر من 60% المضاربون هم من يتحكمون بسعر صرف الليرة اللبنانية، من بعد ما شفنا هيدي الإلقاء القبض علينا وهيدي التمثيلية اللي ما لها طعمة، لأنه اليوم هن مكشوفين. شو يعني؟ يعني بيشتروا دولار يروح على سعر معين، وطبعا هن مثلهم مثل غيرهم، يعني بينكشفوا انه بيتدينوا ليشتروا هيدي الدولارات، بالتالي بدهم يحصلوا ارباح والا بيتعرضوا للافلاس. حنتابع موضوع الدولار، حنتابع موضوع وين بده يصير بكيفيه ملاحقه المضاربين على الليره، الملاحقه الفعليه يلي بتؤدي الى لجم سعر صرف الدولار، مش يصير فينا اليوم. وايضا حنلاحق او حنتابع بالايام المقبله موضوع الكابيتال كنترول وايضا اقفال المصارف المستمر، ولوين حتنتهي القصه. انا بتشكركم على حسن المتابعه.